إن كان في الأمس استشهاد الناشط إيهاب الوزني، فالدور على من سيكون غدا من الناشطين؟ سؤال يطرحه المتظاهرون في النجف الذين نظموا وقفة احتجاجية وسط المحافظة للمطالبة بملاحقة قتلة المتظاهرين والكشف عنهم. مسلسل الاغتيالات هاي يعني ما متوقف، جاي يختالون. عندك حسين أبو الناصرية اختالوا بكربلة، عندك سجاد اختالوا بالنجف، عندك واحد من شبابنا البارحة اللي اسمه علي طبقت عليه 6 فودارات 6 واخذوه، واليوم يلا طلعوه يعني شكلنا له محامي وهو يلا طلع خوش. يعني بالنسبة بموضوع الاغتيالات هاي ما جاي توقف أبد، جاي يختالون بالناشطين بالمتظاهرين. شيك واحد جاي يطلع جاي يختالونه أوكي، وهسه احنا جاي نواجه صعوبة من بيوتنا للمكان اللي جاي نعتصم به، جاي نواجه صعوبة بسبب السيطرات. طالبنا هو يكشف عن قتلة المتظاهر الناشط المقدور إيهاب الوزني، ولسه ماكو لحد لسه ماكو نتائج اللي تبين انه هو من القتلة. وبعد غلق القوات الأمنية لساحة الصدرين مركز الاحتجاجات في النجف، لم يمنع ذلك من تجمع المتظاهرين الذين لم ينسوا المطالبة بعدم تطبيق حظر التجوال الذي وصفوه بالسياسي ويهدف إلى عرقلة الحركة الاحتجاجية. قوات قمعية، يعني أنت اليوم منتجيني بالهراوات وبالسلاح، وأنا رجال نحن ناس عزل شايلين علم العراق وجايين وتسترجل علي. أنت إذا تريد تسترجل استرجل على ذول اللي حطموا هيبة الدولة، اللي كسروا هيبة الدولة، يفترون بالسلاح والقوات الأمنية ما تحاكيهم. ندعو كل أبناء الشعب العراقي، مو تحريض هذا، وإنما كسر الحظر. هذا مو حظر صحي، هذا حظر سياسي، هذا حظر سياسي. يعني ناس كسبة، ناس مرتبة أمورها على وضعيتها الشهرية، أنت تجي تقعدها وراء إيجار بيت، وراء إيجار محل، ولا وراء مصروفات عائلة كذا. ولم يغفل متظاهرو النجف من إلقاء اللوم على الأحزاب وفصائلها المسلحة في إرباك المشهد العراقي بشتى الوسائل لتحقيق مآرب خاصة. من جوار ساحة الصدرين مركز الاحتجاجات في النجف، محمد رزاق، التغيير.